بلدي للسياحة للجميع من تحت تنظيم الديوان التونسي للسياحة. وليد كتيلة تسويق على وليد. دمتم مشرفينا ذوي الحاجات الخصوصية المدرب أنور. دونك احنا دعمنا الريبريزونطاسيون تاعنا في روسيا، دعمنا اللي في موسكو، باش نزيدوا واحد اخرى مكتب في سان بيترسبورغ. تعرفوا الاسلام من حتى ال 20 سبتمبر جاونا اكثر من 500 الف روس، احنا هذا رقم معناها قياسي. وفما حتى برنامج نتاع لا بريسيزون باش يكون زاد مهم بالنسبه للروس. وتعرف اللي زاد كيف الاخوان الجزائريين جاونا باكثر من عام سابق، جاوا اكثر من عدد كبير، كيف عداو المليون، مليون و100 بعد كيف 20 سبتمبر. دونك احنا باش يكون عمل كبير معاهم، هما باش نبنيو على اللي صار عملناه. وثما اللي فرحانين برشا بالشنو اللي صار في تونس، معناها بالسفر بتاعهم اللي جا لتونس، اللي ما كانوا يعرفوش جربة مثال، معناها اكتشفوها جربة، واكتشفوا جهات اخرين كانوا يعرفوا كان نابل وسوسه ومهديه، اكتشفوا مناطق اخرين في تونس. وثما نوعيه جدد من السياح الروسيين والجزائريين ولاو يجوا لتونس ويسكنوا في النزل، ويسكنوا في النزل معناها مستوى عالي. لي كروزيير ثما ان شاء الله قبل اخر اكتوبر باش ترجع لنا اول كروزيير، ومهمه ياسر، وان شاء الله تكون نقطه انطلاق لعوده هذوما البواخر. صورة